لحد الآن منذ تسجيل الحالة الأولى، وإحنا يعني في إطار البحث عن حالات أخرى، لكن لحد الآن ما فيش يعني حالة جديدة من أوميكرون، لكن ممكن يوم بعد يوم تخرج نتائج أخرى، ممكن يتم تشخيص حالة أخرى. المعطيات الآن الأولية وفيها أكثر نتائج اليوم تدل على أن هذا الفيروس أسرع انتقال من السلالة المتحورة للدلتا، هذا يعني لا شك فيه. الآن يعني نشوفه في يعني حتى في بعض البلدان كبريطانيا العظمى أصبح متفوق على الدلتا في بعض المناطق، ومن المحتمل جدا أن في حتى في أوروبا وأمريكا راح يولي أكثر من الدلتا ويأخذ مكان الدلتا، وحتى في البلدان كما الجزائر يلحق وقت وين راح ينتصر، لأن الفيروس بدأ يكتسب أكثر قوة في الانتشار على سلالة الدلتا. معطيات علمية جديدة مؤخرا تشير إلى أن هذا الفيروس أسرع بكثير في دخول خلايا التنفسية من المتحور دلتا، ولكن النقطة الإيجابية أنه أسرع الدخول في الخلايا في الخلايا التنفسية العليا، يعني في كما احنا نقولوا لي برونش فما فوق، ولكن لما يدخل في الخلايا الرئوية يعني وين يتم تبادل الأكسجين يكون أقل إن سرعة في دخول خلايا من المتحور دلتا. يعني ممكن هو الحالات الجمله اللي كانت عند الاطفال، ولكن لما نشوفه اليوم في قلت لك في اوروبا خصوصا في بريطانيا تسجل اكثر عدد من الحالات، في الولايات المتحده حتى الاشخاص الكبار، وهذا دليل على ان يعني اختصاص في الاطفال هذا محتمل غير صحيح. طبعا يعني حتى كان في الدلتا شفنا بلي كانت نسبة نوعا ما يعني تنخفض هذيك يعني المناعة فعالية المناعة بعد التلقيح بالنسبة للجرعة الثانية، بعد 6 أشهر حوالي يبدأ المنحنى يعني المنحنى الحماية ينقص بعد 6 أشهر 7 أشهر قليلا. الإنسان اللي دار جرعتين تلقيح من الأحسن بعد فترة 4 شهور لا يزيد الجرعة الثالثة، لأن هذه المناعة المكتسبة بالجرعة الثالثة راح تقوي المناعة كذلك بالنسبة للسلالة المتحورة أوميكرون، ولكن احنا الآن في انتظار معطيات أخرى للنظر هل هذه المناعة الثالثة راح تكفي مع الوقت أو حتى هي لازم لها بعض التغيرات في المستقبل. لهذا ممكن في بعض نظريات تتكلم عن الجرعة الرابعة في بعض البلدان.